نهار الورد عليكم، نهار ده ورد إن شاء الله. أنا أمين الأم، مرشد سياحي، ومن صفحتنا صفحة Coptic Heritage and History برحب بيكم وبفكركم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكم كل جديد. هنتكلم عن الأيقونة زي ما قلنا، وهنبسط كل المعلومات عشان خاطر توصل لكم. الأيقونة في الكنيسة القبطية هي عبارة عن نص مرسوم أو عظة مرئية. نص مرسوم، نص من الكتاب المقدس بيترسم على الأيقونة، لا يخالف الكتاب، والأيقونة تكون بكل تفاصيلها ملائمة للكتاب المقدس. عشان خاطر كده اللي بيرسم الأيقونات أو اللي بيكتب الأيقونات بيكون دارس لاهوت، دارس تاريخ، دارس كتاب مقدس، عشان خاطر الرسم هو تعبير عن الحاجات دي. هل كانت الأيقونة نتيجة للاضطهاد؟ لا، لأن عندنا ذكر وجود أيقونات في عصور ما قبل الاضطهاد، يعني كانت موجودة في عصور ما قبل الاضطهاد. طب هل كانت الأيقونة بديل عن الرسم اللي في الحيطة؟ لا، لأن مع وجود الرسم اللي في الحيطة كان في وجود أيقونات برضو، اللي عندنا أيقونات احتفالية بتكون موجودة أو تحمل في فترات الاحتفالات زي عيد القيامة، عيد الغطاس، أعياد الشهداء والقديسين. بس لازم نعرف إيه هو الرسم اللي على الحيطة. الرسم اللي على الحيطة بنقول عليه الفريسكو. في مصر المفروض ما نسميهوش فريسكو، نسميه سيكو، والسيكو اللي هو الرسم على الحيطة الناشفة. في مصر الجو حر، فلما بيحطوا طبقة الملاط اللي بيترسم عليها بتنشف على طول، فيبتدي يرسم على الطبقة الناشفة. لكن في بلاد تانية أقل درجات حرارة بيترسم على الحيطة وهي، أو بيترسم على الحوائط وهي لسه طرية، بمعنى أدق أو بمعنى معماري بتقول إن الحيطة ما عضمتش لسه، لسه الملاط طري، عشان خاطر كده هو بيكون الألوان متغلغلة جوه طبقات الملاط. أقدم الرسومات الفريسكو في العالم هي رسومات دورا أوروبوس في تدمر في سوريا، ودي رسومات غالبيتها من العهد القديم. لما بندخل الكنيسة بنشوف حد واقف قدام أيقونة بيسلم على الأيقونة، بيسلم، يعني بيحط إيده كده هو بيسلم وبيبوس إيده، دي على فكرة طريقة السلام في الكنيسة. واقف قدام أيقونة، مولع شمعة، واقف قدام أيقونة بيتكلم أو بيصلي. هل كل دي عبادة وثن؟ لا، مش عبادة وثن خالص، ولكن دي شفاعة. وإحنا في الكنيسة القبطية نؤمن بالشفاعة، بشفاعة القديسين، لأن هم ليسوا أموات بل أحياء. الآية في إنجيل متى 22 الآية نمرة 33 أو رقم 32 بتقول أنا إله إبراهيم، إله إسحاق، وإله يعقوب، ليس الله إله أموات بل إله أحياء. وطالما دول أحياء فسهل جدا إن إحنا نتكلم مع أحياء. نفس الآية ذكرت لموسى النبي في سفر خروج، لما ظهر، لما الله تحدث له من خلال العليقة المشتعلة نار. في آية كمان في سفر المزامير مزمور 112 الآية نمرة 6 ذكرى الصديق تدوم إلى الأبد. لما بتشوف حد بتفتكره، لما بتفتكر حد بتشوفه، عشان خاطر كده في أيقونة تفكرك بالناس إلى الأبد. من 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 أقادم الكنيسة أو من أوائل الكنيسة بنشوف المواقف اللي مرسومة على الحيطة أو مرسومة في الأيقونة، بنفتكر الموقف وبنفتكر القديس وبنفتكر الموقف الإنجيلي، وعشان خاطر كده تدوم إلى الأبد. آية جميلة جدا في سفر يشوع بن سراخ الإصحاح 45 الآية 1 و2، الآية بتقول كان محبوبا عند الله والناس، مبارك الذكرى، فأتاه مجدا كمجد القديسين. ربنا إدى هذا الشخص مجد كمجد القديسين لأن كان محبوب عند الله وعند الناس، فبقي قديس. وطبعا هنكرمه ونعمل له صورة ونفتكره
ذكرى الصديق تدوم إلى الأبد. آية كمان في رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين، الآية في الإصحاح الـ13 آية 7: اذكروا مرشدينكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. الآية هنا هو بتقول لنا انظروا إلى نهاية سيرتهم، عشان خاطر كده دايما في الكنيسة بتحتفل النورد يقول لك عيد استشهاد القديس فلان، عيد نياحة القديس فلان، مش عيد ميلاده، لا عيد نياحته. عيد نياحته ان هو اكمل جهاده، اكمل تدبيره اللي هو كان عايش فيه. تمثلوا بإيمانهم، عيشوا زيهم. اذكروا تاني، اذكروا يعني شوف، يعني شوف الأيقونة بتاعته، عشان خاطر كده دايما في الأيقونة بيفكرك بالقديس. دي الآيات اللي بتساعد على وجود الأيقونات في الكنيسة القبطية. أرجو أن تكون الحلقة خفيفة عليكم، لو في أي تعليقات ياريت تذكرها لنا في الكومنتات، لو في أي معلومة مش واضحة بالنسبة لكم ياريت تذكرها لنا في الكومنتات ونحاول نتكلم مع بعض، لو في أي اقتراحات برضو تذكروها في الكومنتات. وأشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء في المرة الجاية، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتعملوا سبسكرايب في القناة. شكراً.